السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم من بتايا تايلاند السيد العمدة، وكل عام وأنتم بخير. طبعا في مكان في بعض كتير من الناس ما بتعرفوش أو ما حدش قال لهم عليه، مع كأنهم بيجوا بقى لهم سنين البلد. طبعا احنا هنا زي ما قلنا ده بيكسي، ده بيكسي، تمام. بيكسي بتايا فيها اتنين بيكسي، تمام. بتايا فيها اتنين بيكسي، ده بيكسي بتايا سوي، ده بيكسي بتايا سوي، اللي هو ده بيكسي اللي جنب ايه مدخل بتايا شارع 6 اهو، لان بتايا فيها اتنين بيكسي. طيب يبقى احنا فين دلوقتي؟ يبقى احنا بتايا سوي، احنا في بيكسي بتايا سوي، ده المدخل اهو. طبعا هو ليه مدخلين اتنين، ده مدخل وده المدخل الرئيسي الناس داخله منه اهو، تمام. انا بس بجيبه من الاول عشان تعرفوا المكان فين، هيبقى عشان تعرفوا المكان فين في الاول. داخله من هنا اهيت، هو ليه مدخلين اتنين، مدخل صغير قدام اهو، انا بشاور عليه اللي هو عنده العلامه الصفراء والسهم اللي هناك ده، تمام. ده مدخل وده المدخل الواسع الكبير، ده المدخل الواسع الكبير. نيجي نخش كده يا جماعه، هيقابلنا البيكسي ده كله البيكسي، تمام. كل ده كده ده كله البيكسي، ادي وستر يونيون. ماي فريندز ادي كاب، تمام. ادي البيكسي، لسه هنخش البيكسي، وادي الجراج. انا بجيب لكم المكان. ار يو ماي فين؟ طبعا الناس كلنا عارفين الحمد لله. ادي اهو بجيب لكم المكان اهو، ده السريع طبعا زي ما بنقول بالمصري عندنا السريع، ده البيكسي اهو، وادي يافطه البيكسي، وادي البيكسي. نسيب البيكسي دلوقتي ماشي، وانترنتنا ماشيين برضو. تدخلت اهو الجراش على شمالك والبيكسي بيقابلك على يمين، هنمشي عادي زي ما انا ماشي كده، برضو الجراش على شمالك والبيكسي على يمين. ادي المكنه اهوت، مكن الاي تي ام الاس سي بي، تمام. وانا ماشي عادي زي ما انا برضو بكمل، زي ما انا بكمل ما ذلك الامر. الجراج خلاص، احنا يعني على الساعه دلوقتي باقي ساعه على المغرب عندنا، هنمشي برضو كده. هيبقى الجراج على شمالك والبيكسي بدا ننتهي من الطريق، وانت ماشي على طول في وشك على طول، لا بتروح يمين ولا بتروح شمال. انا سيبكم تتفرجوا اهوت، وانا يا جماعه بالله عليكم انا مش فاضي لحد، مش فاضي يعني للربابات القديمه يعني، فما حدش يكلمني فيها، تمام. فخلينا في اكل عيشنا ومصالحنا. فزي ما قلت هتديك ماشي زي ما انت على طول الشارع اهوت، عشان ما تهوش الشارع اللي انا جاي منه اللي هو الرئيسي اللي بتخش منه العربيات. وادي البيكسي على الشمال، على شمال انا يعني هيبقى على يمينك انت، وادي الجراج بتاخد الطريق على طول اهو. المباني اللي انتوا كلكم بتشوفوها من بعيد، وفي ناس ما راحتهاش وفي ناس راحتها، ولكن هايبر، هايبر ما يعرفوش اي حد، هايبر ما يعرفوش اي حد غير الناس اللي متابعه، تمام. ده ماركت اللي في وش ده، عشان تبقوا فاهمين، ده ماركت، تمام. دي محلات اجهزه بتبيع جميع الاجهزه والكلام ده كله، دي حاجات بتبيع اجهزه. سادي كاب بتبيع اجهزه، انتوا شايفين الناس عايشه حياتها عاديه. دي محلات هنا اهوت، شايفين ادي التايلاندين اهو، المحلة دي بتبيع ادوات اجهزه كهربائيه وكل حاجه، تلفزيونات و وكل شيء هنا. هتيجوا تلاقوا كباين، الكباين دي طبعا علشان خاطر الجماعه الحريم اللي بيعملوا ضوافرهم ومش عارف ايه والكلام اللي احنا مش اهوت. طبعا انا معايا ضيف النهارده بقى، ف مصاحبني في الجوله، في الجوله ديت، تمام. وبعدين
فهتسمعوا صوته وانت سمعت صوته من دلوقتي. انت هتسمعوا صوته من دلوقتي. بس 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 حبيبي. شايفين كل المحلات دي؟ تمام. ناخد جولة سريعة كده ونخش الماركت الاول. نخش الماركت اللي في الوش ده. هايبر هناك اهو. اهو اللي هو يافطته دي. تمام؟ اهو. لكن هنخش الماركت الاول نتفرج على الدنيا فيها ايه. ده ماركت. طبعا انت عرفتوا المكان، مش عايز اعيد الكلام تاني. بتخش من عند البيكسي باتايا سوي، بتلاقي الوضع زي ما انت شايف كده. هنبدا نجيبه مكان مكان علشان خاطر كل شيء. كل حاجة. انا مش هتكلم، انا هسيبكم تتفرجوا. خلي الحاجة هي اللي تتكلم. احنا بس نمشي نوريكم لا اكتر ولا اقل. اوكي. هم مش عايزين تصوير. المكان ده اهو. ده ماركت اهو. في كل شيء. كل شيء. فاكهة، اي شيء تتخيله. نفع السريع يعني كده. بعد كده اخرج منه تاني. الشارع اللي احنا قلنا عليه بتاع البيكسي اهو. اللي انا جيت منه. اللي هو ده الشارع اهو اللي انا جيت منه وانا جاي على هنا. وده ادي الشارع اهوت، وادي المكان في وشه. يعني انت بتشوفه وانت على الطريق بره هناك وانت داخل البيكسي. نيجي نخش على هايبر. هايبر اهو بقى. ده المكان اللي انا وريته لكم. دي كباين كده بتتاجر اللي عايز سجاد، مش عارف ايه، ميكامات، حاجات كده بياخدوها تايلانديين ايجار. واحد بيبيع سجاد اهوت. ده مكان تاني. ده اسمه اوفيس ميت. اوفيس ميت ده بقى تخشوا فيه كل شيء برضو. ده غير هايبر. تمام. اوفيس ميت ده تخش كده نتفرج تفريجة سريعة كده اهوت. شايفين اهو. شايفين اهو. كل ما يخطر ببالك هتلاقيه موجود هنا. طبعا عشان المكان كبير فانا باخد لقطات. كل ما يخطر ببالك اهو هتلاقيه. خلاطات، ميكروويف، لما تجيب على السريع كده، اي شيء اهو. مكان الطبع، طباعه. انا بجيب بس ايه يعني على السريع كده علشان خاطر الفيديو ما بقاش طويل، فانتوا تتفرجوا بقى. فهمتوني؟ شايفين تليفونات اهي، آلات حاسبة. كل اللي انت يخطر ببالك هتلاقيه موجود في المكان ده. طبعا دي كل انواع الدفاتر والكتب والاوراق البردي اهوت. دي الجزء اللي انا فيه ده يعتبر زي مكتبة. لسه في حاجات كتير قوي. ده لسه انا بوريك بس بسرعة كده، وانتوا عشان خاطر الفيديو ما يتويش، لان لسه في عندنا. تمام اهوت. شايفين اوفيس ميت؟ كل ده جنب بعضه. في ناس ما تعرفوش، حول الله، ان انا جبت ناس وللاسف الشديد قال لي والله ما نعرف المكان ده، ولسه بقى ما تشوفه هايبر. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. لو طلعت من اي مكان شايفين كل حاجه خرمت بتاع دباسه. يعني بص اهو الحاجات بتاع المحامين والادراج اللي حط فيها الورق، الحاجات الخشبية، الحاجات الانتيكة، حاجات كتير قوي. شايفين؟
ملفات اهيت اللي عايز يحط الملفات، الملفات اللي بتحط فيها الاوراق للمكاتب او للمحامين او للشركات اهو. الكراسي، المكاتب، كل شيء تتخيله انت محتاجه بتلاقيه هنا في المكان ده. شغل المكاتب كل دي قدامكم، اقلام، الكلام ده كله. طبعا انا هضطر ان اعمل لكم فيديو تاني للهايبر عشان الفيديو ما يطولش عليكم. تمام، ده المكان اهو، ده اللي قدام المكان. تمام اهو، وادي المكان اهو، اوفيس ميل. لسه لكم فيديو عندي من المكان الاخضر ده اللي هو الهايبر، لسه لكم الفيديو الجاي هيبقى ليه، لانه ده كبير قوي فمش هيلحق نطول عليكم في الفيديو، فخليه الفيديو الجاي. ده الهايبر حاجه رهيبه جامده لسه هتشوفوه، لكن احنا وريناكم اوفيس ميت اهوت. تمام، وادي المكان بتاعه اهوت، وريناكم اوفيس ميت، وريناكم صديقاب. وريناكو اوفيس ميت، وريناكو الماركت اللي كنا فيه ده. تمام، وقلت العنوان بتاعه اهو، ادي اسمه توبس ماركت اهو، قلت عنوانه ما يتوهش. قدامه الكباين دي اهيت، ولسه الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى الهايبر، وهو فعلا هايبر، وهو هايبر لان انا من ساعه ما عرفته بجيب حاجتي كلها منه. وقلت اهوت انا راجع تاني اهو عشان ما حدش يتوه. ده الطريق الرئيسي، الطريق السريع زي ما بيقولوا عليه عندنا بمصر، وده ده البيكسي، بيكسي سوي، لان احنا قلت بتايا فيها اتنين بيكسي، بيكسي سوي، بيكسي جوه البلد جوه بتايا، وبيكسي جنب شارع ستة اللي هو شارع اللي هو مدخل بتايا. فده بيكسي سوي نمبر 6، ده اللي جنب مدخل بتاعي على طول اهو. ادي الاماكن اهي، وادي اليافطه اهي. الهايبر ده ليه ان شاء الله حلقه ثانيه عشان ما نطولش عليكم، لكن انا اوريكم ده المكان ده، اوريكم ده وراجع مكان ما جيت. انا راجع زي ما انا اهوت، ومتعمد ان انا ارجع بالفيديو علشان خاطر تعرفوا المكان بالظبط، وتيجوا هتلاقوا فيه كل حاجه انتم محتاجينها. وانا جاي لكم كان البيكسي على اليمين والجراج على الشمال، دلوقتي انا راجع اهو اتقلبت الايه، بقى الجراج اللي على اليمين والبيكسي اللي على الشمال. طبعا نشوف الناس بس كده ونقول لهم سلام عليكم. سلام عليكم، وانا والله يعني محب لكم في الله، ونشوفكم على خير. اما الاخ اللي بيقول والله يا جماعه انا في واحد قال لي وواحد عاد لي، لما كفينا شيء، الرسول عليه الصلاه والسلام استعاذ من قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. الرسول كده قال اللهم اني اعوذ بك من قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. يعني انا بص بلف بيه، يعني بوريك مش عايز، انا طلبت منك حاجه يا اخي اهو. شايفين ابني؟ شايفين ابني نام على دراعي؟ ابني نام على دراعي وانا بكلمكم، وانا بكلمكم عشان كده ما كملتش الفيديو، وقلت لكم هعمل لكم فيديو الهايبر. احنا بنعمل كل ده ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، مش مرضات حد. تمام، وزي ما قلت وانا راجع اهوت، جالي الهيسو على شمالي وجالي الجراش على يميني، وماشي اهوت عشان بس اعرفكم الطريق الرئيسي، وانتم بتتفرجوا وبتشوفوا الاحوال. لو في وقت النهارده ممكن نعمل لكم فيديو بتاع الهايبر، مفيش يبقى خلاص ان شاء الله في اي وقت تاني. ادي الهيسو اهو،
ادي ال ادي البيكسي اهو، هيبقى البيكسي على الشمال والجراش على اليمين. معلش بقى تقصير صيام، جيت اقول البيكسي قلت الهيسول. ادي البيكسي اهو، ده بيكسي بتايا صوج، بتايا صوج اهو. ادي البيكسي اهو، يبقى بتخش من المدخل ده اللي انا وريته لكم في الاول، بتنتك ماشي سيده لحد فوق الاماكن اللي فوق عند الناس اللي فوق دي، الطلعه دي كده تلاقي الهيلمان ده كله فيه هايبر وفيه الحاجات اللي انا وريتها لكم. ده صح، ده محل كاوتش، اكبر محل كاوتش في المنطقه، وصاحبه حبيبي جدا تايلاندي، وكل الناس اللي عنده دي عنده اللهم صل على النبي لا يقل عن 30 35 فرد شغالين تايلاندي، كلهم اصدقاء ليا. ليه بقى؟ لان المطعم بتاع مراتي قدامه بالظبط، تفهميني، وحماتي اهوت. ده البيكسي اهو، وده الدخله اللي انا قلت لكم عليها اهو، شايفين هو اللي دخلتين اتنين البيكسي، الدخله اللي هناك العلامه الصفراء اللي هناك على السهم في الاحمر دي هناك، هيبقى شاور عليها اصبعي صد هناك، دي دخله صغيره كده وجراج، ودي الدخله الرئيسيه اهو. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه، وده مطعم زوجتي وحماتي اهوت. كل الفرش ده من اول المكان، ده اكل تايلاندي وعصاير وفرشات ومش عارف ايه، تمام. كل المكان ده كده، وده المدخل اللي قلتلكوا عليه تخش منه، وادي البيكسي. تحياتي لكم من بتايا تايلاند سيد العمدة، وانتظرونا في حلقات قادمة، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.